موصوف بالقمم من ثرثر بزمان وهي تخبرنا عن البعاد وعن عد وعن إرم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله وعلى رسول الله وعلى رسول الله توفق من عمل صالح واجعل من عبادك الدافعين الشافعين غير الناس والغافلين يحكم قال ربي الله المستقر. اللهم اجعل جمعنا هذا من الخير والبركه والاجابه والتيسير والرحمه والتوبه والمغفره والاحسان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع النور جمع الهدايه والبركه. اللهم لا تخيب امانه. اللهم اشغل اتباع الرسول فيما جاء به عنك يا رب. اللهم حبيب ذا القران وحبيبه لنا واحبينا من ذا. اللهم اصحى فينا عمله وصالح. اللهم وفقنا للعمل به يا ربي. اللهم سبحانه سبحانه نصحى يا ربي. اللهم اجعلنا متبعين رسول الله فيما جاء به عنك. اللهم خلقنا بخلقه وارزقنا من خشيته وادابه واخلاصه حتى نلقاك وتعالى راضين. اللهم اكرمنا به الظاهر والباطن. اللهم لا تحولنا وبينها وصلى الله وسلم عليه. اللهم اصلح المسلمين فيما شغل في مغاربها. اللهم انزع ما في صدورهم من غل لان اخوان المستخبين لان متعاون على ذي التقوى واصلح فسادنا وفسادهم بحق لا اله الا انت. اللهم يا جواد جود علينا بالتوبه. اللهم يجزنا بالاحسان. اللهم يجزنا بالامن في بلدنا بحق لا اله الا انت. يا مدخل الفقراء جميعا الحاضرين حضر في هذا المجلس المبارك القسم الطيب المبارك الله من المقبولين. الله يجعلنا من الصالحين من السالحين السعيدين ومن الخالصين الذاكرين الشاكرين ومن المصطفين الخيرين رب العالمين. احنا في اهل جنات النعيم احنا في صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله. اللهم اتسعنا ومتعكم ويشافينا ويكون جميع الامراض والظاهره سوى الباطنه. اللهم اشف عبادنا يا ربي واشف محب نبيك ورؤيه رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى اثاره وسنته وتعني انصاره واعماله. اللهم لا تؤمن منكرك ولا تنسينا ذكرك ولا تشفع عنا ستراك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تخيب امالنا يا ربي. اللهم لا تخيب امالنا. اللهم اشف مرضانا كي محمد الفاخر بعز والشوارع ادعو الله الله يشافيها ان شاء الله. ربي يهدى معايا الله يفعل الباس عليهم. الله يشافينا ويشافيهم ويشافيكم ويجعلنا من الصالحين ويجعلنا من المقبولين وما يامننا في بلدنا وفينا شر اعدائنا. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.